بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم البنات، إن شاء الله تكونوا لاباس وتكونوا هانيين يا رب العالمين. اليوم راح نشوفوا إن شاء الله مع بعضنا لي كونيل أو كروفيت إي ألا صوص، صوص روج إي بلانش، أون فيت سي ميلانج. راح نشوفوا إن شاء الله مع بعضنا واش راح نديرو له الكونيل تاعنا. هنا عندي كانت عندي كمية تاع لي كروفيت سور جولي برك، و مارفانا نديرو بلي لي كروفيت يعني فريش، بما اني ما قدرتش يعني نروح للمكازا ونروح نشريهم، دونك درتهم سور جولي سي با غاف، وهي الاحسن ديروهم فري يطلقوا بلوس البنة الكونيل. المهم درت هنايا في الاول كلايد نتاعي ولا في مقلة ولا في اي حاجه رايحين نستعملوها، درت شويه شويه زيت، درت لي كروفيت تاعي، درت شويه بصل، نص حبه تاع بصل، شويه تاع الثوم كنت مجلدته كيما شفتوا، وهنا راح ندير عليه لي زيبيس نتاعي اللي درت فيه فلفل احمر حار، كركم، زنجبيل، شويه فلفل كحل، شويه ملح، ونص حبه تاع الكوب تاع الدجاج، ومغرف يعني تاع ماكله تاع طماطم مصبره. فوالا هذم هما المكونات اللي نديروهم لهذا يعني لي زيبيس قصدي اللي نديروهم لهذا الكونيل تاعنا. هنا زدت لها شويه تاع الماء، يعني ما نكثروش بزاف الماء، شويه برك تاع الماء باش ندير اون صوص نقولوا، وراح نخليها تغلي شويه هذه لاصوص مع لي كروفيت باش تطلق الكروفيت هذيك الكول تاعها في لاصوص الحمراء هذه. ورايحين نكملوا ان شاء الله بعد ما تعقدنا شويه لاصوص، رايحه نحط لي كونيل نتاوي ان شاء الله. شوفوا معايا المهم الوصفه للاخر. وهنايا كيما شفتوا راح ندير لي كونيل تاوعي، لي كونيل ناتور يعني ما فيهم والو، راح نحطهم بعد ما عقدت لي شويه هذيك لاصوص، نستفهم فوق هذيك لاصوص كيما راكم تشوفوا هنايا. هنايا درت زوج باكيات، فوالا درت زوج باكيات تاع الكونيل. فوالا بعد ما استفتهم كيما راكم تشوفوا هنايا في الاوكلايد فوق لاصوص نتاعي، فوالا كيما شفتوا هنايا درت دو باكي دو كونيل. هنا راح نجيب لا كريم ليكيد نتاعي وراح نديرها فوق هذوك لي كونيل كيما راكم تشوفوا. فوالا تجي واحد لاصوص مخلطه، يعني بصوص روج وصوص بلونش، تجي فيها واحد البنه واش نقول لكم روعه، فيها البنه تاع لي كروفيت يعني طوب في الكو، روعه صح. فوالا ندير عليها لا كريم كيما شفتوا هنايا، ونولي نغلق الاول كلايد نتاعي، نخليها تغلي شويه ساد بيان اون صوص. بعد راح ندير شويه برك تاع الفورماج غابي فوق لي كونيل، برك شفتوا كيفاش تجي عاقده، تجي واحد البنه فيها روعه روعه روعه. فوالا هذه هي البنات الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم يا البنات وتجربوها، ما تنسونيش بلي جيم والاشتراك في القناه اللي مش مشترك، ونقول لكم مع السلامه الزينات. حبيبي بجوف الليل.